ازيك يا يوسف؟ ازيك يا عيد؟ تعالى كده ما تخافش وريني شكلك كسبان. الواد علي ايه؟ لسه ما جاش. حلو. فين بقى شويه الخواجات الكسر اللي انت محضرها لهم عشان يلعبوا؟ بقول لك ايه يا يوسف، انا مش عايز لبش ولا اندهلك ظابط السياحه. انزل اندهل، قول له في واحد جاي يلعب قمار في المكان بتاعي مع السواح، عايز يبوظ السياحه. فين يا خواجات يا؟ مفيش خواجات يا يوسف، لسه محدش. انت فين الخواجات؟ انت جوه. حلو. دول هاخدهم العب بيهم، دول خليهم معاك. ودي ايه يا يوسف؟ ايه يا يوسف؟ الله، عشان ابقى خير في ياد زيكم. على وشك يا خواجه. اها اها، مبروك عليا، مبروك عليا. لسه بدري، هنقسم مع بعض يا حلواني. انت عارفني يا جو، الاسم عندي على واحد، ولا انا اللي ظابط السياحه بقى وتبقى انت بتسوق سمعه السياحه في مصر؟ يا باشا رسالة يا حلواني. اقعد. ويلكم يا خواجات، نيو بلاير. الكوتشينه دي مترتبه ولا متفرج عليا؟ الكوتشينه مترتبه يا علي يا حلواني. بس يا يوسف. طب ماشي. امين يا يوسف. واحد امين. من امامير بتوعك. امين. اتفضل حط الفلوس هنا. ماشي. خلص. كلمي دوان، كلمي دوان. ماني اي برينج باك يو. هات الاموره اهو. عندك واحده جو. كلمي دوان، كلمي دوان. ميك بروبلم نو. ها ماني اي برينج باك يو. ها كلمي دوان. أمين يا يوسف. أمين. الواد يوسف فين يا حاج؟ متلقح جوه يا باشا. في إيه يا؟ وقف يلا، وقف عندك. سمعت يوسف؟ في ايه يوسف؟ عايز في كلمتين. وده وقته؟ النهار اللي عنين يا يوسف. عايز في كلمتين ودلوقتي؟ سمع كلميني هنا. حاضر حاضر، هستني على البيت. خد بالك لحد يشوفك يقول لعلي، تبقى مصيبة. وعايز سماح في ايه؟ بصراحة يعني مصلحة كده هنقضيها سوا. مصلحة؟ بلا واكسة. شوفي يا سماح، يوسف عايزك في مصلحة كده عشان تقضوها سوا. أنا حاسبكم المصلحة. قال بلا خيبة، اوعي يا أختي كده. الواد ده جاي ليه؟ أنت مال أهلك؟ وأنا مال أهلي إزاي؟ وأنا هنا إيه؟ راس كرومبا، مرة يوسف ومرة علي، بعدين أنا جوز أمها، يعني في مقام جوزها، قصدي في مقام أبوها.
تسافر مع الفرقة ازاي بس يا يوسف؟ علي هسافر ازاي يا سماح؟ هسافر زي علي؟ اصل انت مش فاهم. فاهم فاهم وقاري اللي بينك وبينه، بس ما تنسيش كمان ان انا فاتورة قديمة بنت منطقتي والعشرة تحكم. بس انت عمرك ما نطقت، انما هو نطق. معلش، كل شيء اسمه نصيب. اسمع سماح، السفر بالنسبة لي موضوع حياة وموت. الحكومة قلبة الدنيا بتدور علي، انا واقع في عرضك يا بنت الناس، وان كنت حامله هم علي واللبش اللي هيعمله لك ديته معروف. قولي له يوسف هيدفع لك ضعف اللي هيدفعه اي عين من المقاطيع بتوع الحته، وهو يوافق. درم وانا عارف. انت مش هتبطل وسخه؟ بتعمل ايه هنا يا رحمة؟ سيبوا علي. انت نزل ايدك يا علي. بيعمل ايه هنا؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه في ايه؟ سماح هتقولك وانت هتوافق. الواد ده لو جه هنا تاني هزعله، واي راجل في الحته دي لو خش البيت ده من غير اذني هيزعل، عشان الست دي بقت ام ابني. نعم يا رحمك. هتبقى ام ابني يا مرة. بص يا مرة، الواد ده كان بيعمل ايه هنا يا رحمك؟ سيب شعري، هو انت هتعملهم عليا؟ انطقي بدل ما امسح بيك الحاره. انطقي. سمع انك مسافر وعايز يطلع معايا. بنت فينك انت؟ هو يسافر فين يا بت؟ اتكلم على قدك، الجدع المزنوق والبوليس عايزه، وبعدين ده ابن حتتي. ابن حتتي ولا حبيتي؟ انطقي. اسال اللي في بطني وهو يجاوب. انت هتحوري لي يا بت؟ هتحوري لي؟ بيقول ان معاه فلوس وهيدفع. الضعف يا علي. موافق. موافق يا يوسف. صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا يوسف. وما مؤاخذة على الدين. لا تتملت. اركب هناك. ماشي علي. هناك هناك. اطلع يا عم. مال؟ اطلع. اطلع فين؟ اطلع بقولك. ماشي يا علي. ماشي. عملت كده ليه يا علي؟ حته كده على طرف المعلقه. انطرت. انطرت. Thank you.